الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سقوط قذيفة هاون داخل حاجز الجسر والدخان يتصاعد. القذيفة داخل حاجز الجسر. الجيش السوري الحر يستهدف حاجز الجسر بقذائف الهاون والدخان يتصاعد من داخل الحاجز بعد استهدافه بقذيفة هاون. والدخان يتصاعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الدخان يتصاعد من داخل حاجز الجسر بعد استهدافه بقذائف الهاون. 8/10/2013 نسمع أصوات الانفجارات داخل الحاجز. نسمع أصوات الانفجارات بداخل الحاجز. الدخان يتصاعد من حاجز الجسر بعد استهدافه بقذيفة هاون من قبل أبطال الجيش السوري الحر في معركة غارة الله 8/10/2013. الدخان يتصاعد من حاجز الجسر. القذيفة على مدخل الحاجز سقطت والدخان يتصاعد. 8/10/2013.